السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو كيف كتشوفوا، هو السردين غادي نديرو كواري او كيقولوا ليه برا كفته، يعني كفته ديال السردين. السردين كيف ما شفتوا حنا هو غسلناه ونقيناه نظفناه. سمحوا لي الصوت تجي على برا لان في الدار، ماشي انا في دار ماما، وهذا والشرجم تيجيب على برا، دونك غادي تسمعوا اصوات ديال الطوموبيلات ولا الموطورات استسمح. كي قلت لكم غسلناه، جبناه غسلناه نقيناه مزيان نظفناه مزيان، دابا غنخليه حتى يسقطر، وباش ما كان نوع السردين يكون جديد باش ما تكون هذيك الكفته ديالو لذيذه وما كتكونش ناشفه. الا كان جديد كيكون هو فيه داك اللدام كتكون الكفته زوينه ديالو، ديك الكفته ديالو كتكون زوينه. صافي، المهم انا دابا خليته يتسقطر، غسلناه كي قلت لكم ونظفناه، غنخليه يتسقطر. من بعد ملي غادي نوصل ندير هذوك المقادير او الحشوه ديالو باش كنصايبو هذاك الشيء، غادي نرجع نكمل معكم الفيديو. صافي البنات، ها هو تسقطر. حنا غادي نطحنو بهاد الاله هذه اللي هي معروفه اصلا، هاد الاله ديال الطحين اليدويه هذه، ديك اللي كيقول لها سميتها لهلوبه ولا ماشي ديك السميه عندها. المهم نبداو ان شاء الله نحطو شويه بشويه. هانتوما البنات، يعني باش شوفوا هذه ضربت لكم عصفورين بحاجه باش نوريكم هذه الاستعمالات ديالها حتى هي. ممكن ديرها حتى في الكفته، تطحني بها الحوت كفته ولا حتى صدر الدجاج. انا جربتها في صدر الدجاج مزيانه، في الكفته ديال الحوت ها هي كما تشوفوها. يلا دورتها باش نوريكم كيفاش كيجيكم في الاخر. انتما البنات هذه فاش طحنتها المره الاولى، هانتوما كيفاش كتجي مطحونه حتى الاخر. وهذا غادي نزيد على داكشي اللي بقى ليا، حتى باقي انا غادي نحط وغادي نزيد معاه حتى الثومه ونطحن هادشي مع مجموعين هادشي اللي بقى ديال باقي ديال السردين، ونطحنهم كاملين ونخلطهم مع هذا. البنات الثومه ما طحناتش، يعني ها هي بقات ماشي مطحونه بزاف، وليت درتها في العصاره ديالها. وغادي نديرو هنايا عصير حامضه وحده، وغادي نديرو درت هنايا شويه الزيت فاش كنت اخر طحنه مع الثومه، درت شويه ديال الزيت الزيتون ولا اللي بغيتو اللي كنديرو هنايا معلقه الكمون ولا معلقه ونص، اللي كيعجبو الكمون يزيد، اللي ما بغاش المهم على حسب. المهم باش ما كثرتي الكمون كيكون زوين، ولكن ما تكثروش بزاف ثاني. نديرو شويه ديال البابريكا ولا التحمير انا كيقولوها، شويه شويه ديال الخرقوم ولا الكركم، غير راس معلقه شويه صغيرين هانتي بحال هكا. وطبيعه الحال ما نساوش الابزار ولا الفلفل الاسود او الاسمر، سوا غير شويه. وشو نسيت باقي، القزبر اليابس او الكزبره الناشفه حتى هي كنديروا منها غير شويه، باش نجيب غير معلقه ها هي، نديروا غير راس هذه الكزبره الناشفه ولا الكزبره القزبر اليابس، ندير حتى هي فيها غير شويه. وهنايا جوج معالق كبار ديال الخضره، يعني قزبر ومعدنوس مخلطين. انا ديجا كانوا عندي عند ماما، انا دابا عند ماما البنات، يعني عند ماما في الفريزر ولا الكونجيلاتور. واللي ما واللي بغي يديرهم طري يقطعهم شويه ويطحنهم مع السردين مع الكفته. وسكنجبير البنات هذا اختياري، كاين اللي كيدير في هاد الماغينات سكنجبير او الزنجبيل، وكاين اللي ما كيديروش، كيبقى اختياري. توا غادي نديرو غير راس معلقه، يعني هو الفوائد ديالو مزيانه، كندخلوه في الاكلات كلها. صافي هادشي اللي كاين. وفي التنسيمه نتوما حرين، يعني كيف كنقول دائما، يا بغيت نسمو
بالزعتر ولا الروزمارين ولا الزعتر البلدي تيكون حار بزاف كيف كنديرو غير شويه. واللي بغي يدير المنسمات يديروا اللي بغيتو نتوما يا صافي. المهم البنات هاد المقادير ديال هاد البهارات هي نفسها كنديروها مع الخضره. الخضره كنحطو في الطاجين ولا هذا. المهم غتشوفوه نفسها باش ما نعاودش معكم باش ما يكونش فيديو طويل. المهم نفس هاد البهارات هما اللي كيداروا مع الخضره. الخضره يعني بطاطس وجزر وهذا. المهم غتشوفوه غادي نخلطوا هادشي غير بالخليطه ديال ماشي انا الطحين هذا غير بهذه اللي هنايا. الطحين نخلطوا كلشي بدل ما نخلطوا بيدينا ولا هادي. هادي اللي كديروا بها الكيك ولا كديروا بها البيض هي اللي كتخلطي بها باش كلشي ينسجم مع بعضه. نسيت نقول لكم بالنسبه اللي كيبغي الحرور يدير الحرور. حنا هنا في الدار الاغلبيه ما كيبغيش الحار داكشي ما درتش الحار. بالنسبه اللي كيبغي يدير الحرور يدير الهريسه ولا يدير فلفل شطه ولا هذا نتوما حرين صافي. المهم هادشي اللي كاين هاني خلطهم من بعد غنوريهم لكم فاش غادي يكونوا مع الخضره. هانتوما البنات في هذيك الطوجي اللي غادي نديرو كيف ما كتشوفوا هنايا كاين جزر هو الاولاني كنديروا الاولاني من بعد البطاطس و هانتوما يا درنا البطاطس كي قلنا في الاول جزر من بعد البطاطس وعاد دورات ديال الطماطم وغادي نديروا الفلفل الطهيه الفلفل. بالنسبه يعني غير ملاحظه هذيك الكفته ديال السردينه البنات كاين اللي كيدير فيها شويه الرز وكاين اللي كيخليها خاويه. انا كان انا في الدار تقريبا عند ماما اغلبيتهم كيبغيو خاويه ما كيبغوش فيها الرز داكشي علاش ما درناش فيها الرز. والبنات ما تنساوش الملحه يعني ما قلتهاش انا درتها وما قلتهاش لكم انا تفكرتها باش نقولها لكم. ما تنساوش الملحه في هذيك ديرها في هذيك الخلطه ديال الكفته ديال السردين. صافي هادشي اللي كاين. ممكن كنحطوا الفلفله ومن بعد كنحطوا الكويرات ديال السردين وكنسدوا عليهم ونفس دوك المقادير ديال البهارات هما اللي كنديروا هنايا وكنسدوا عليهم كنخليهم يطيبوا. هادشي اللي كاين. المهم غنحط دابا غادي نكوروا هذاك دوك السردين وغادي تشوفوا معايا. البنات هادو هما الكويرات حيت انا شاده التليفون ماشي انا اللي كورتهم. وماما كدير فيهم بدل ما ديروا من الاول القرنفل هاد الطريقه زوينه كديرها ماما كتغطي تتغرز فيهم حبه القرنفل او كاين اللي كيقول المسمار او بحال هكا. المهم القرنفل صافي كتزيدي الا بغيتو الحار في الفلادي ماشي حاره بزاف يعني باش تعرفوا ماشي حاره حيت اغلبيه ما كيبغيش هنا الحار. وصافي هادشي اللي كاين البنات كان نديرو لهم كي قلت لكم هادي راه ماشي حاره البنات غير باش تنسم وصافي. البلاصه هادي غادي طيح بس حولها هنايا باش تجي مزيانه باينه. صافي هادشي اللي كاين. و زياده اللي بغي يدير الزيتون حتى هو راه يديرو حنا ما متواجدش دابا الزيتون. صافي البنات حنا نتوما درنا راه حاطين شاعلين عليه النار او العافيه. دونك حاجه واحده اخرى كديرها ماما الزيت الزيتون فاش ما كديروش من الاول في الطياب. صافي حتى تطيب هاد الكفته تطيب هاد الطاجين ديال السردين كي كطفي مع ديك الطفيه ديالو كدير جوج معالق ديال زيت الزيتون من الفوق وتتغطي عليه وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هذا هو منين يطيب ان شاء الله غنوري لكم في الطبق الاخير ان شاء الله. هانتوما البنات كاين غادي يشوف شي حد دايره انا السردين ماشي انا كنقول ديما انا ماما دايره السردين الفوق. علاش ماما كتقول لك دير السردين الفوق باش هذيك النسمه ديالو الفوائد ديالو ينزلوا مع الخضره حيت كاين اللي كيديروا الخضره فوق السردين فوق الكفته ديال السردين. ماما كتخليهم هي الفوق باش كلشي يشرب ديك يعني يتشربوا من هذه اللي قالتها ليا هاودا
تخلقات ديال الهضره هذيك يتنسموا الخضره تنسم بالريحه ديال الكفته ديال السردين وكلشي غيولي فيه ديك الريحه هكا. المهم مع الطريقه تاعك في الطياب ديال السردين كيجي زوين، غير جربوه البنات صراحه الله راه لذيذ. صافي البنات غادي وتنا هي طابت الطاجين ديال الكفته ديال السردين ها وجد، درنا فوق منه هاد اللعيبه ديال الربيع، هذا تيبقى اختياري هاد الخضره ولا الربيع. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تجربوا وردوا لي في الطريقه ديالكم، وهادشي اللي كاين ومن هنا لفيديو واحد اخر. دائما كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم، والى فيديو واحد اخر. السلام عليكم.